اختتمت مملكة البحرين أعمال مؤتمر ومعرض المنام الدولي للصحة وأعمال ملتقى الصحة العربي الألماني 15 الذي أقيم بالتزامن مع المؤتمر بحضور ومشاركة القطاعات الصحية في مملكة البحرين وكبرى المؤسسات الطبية الدولية في المملكة والشرق الأوسط. وعلى هامش المؤتمر سجل المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 5000 زائر بمشاركة ما يزيد عن 100 شركة محلية وعالمية. في شركات أدوية مشاركة في المعرض من العديد من الدول العربية، العديد من الشركات الرائدة في المجال الأدوية، مجال الميديكال ديفايسز، الأجهزة الطبية. مشاركة وزارات دول عربية، هذا شرف لنا أنه نستضيفهم من مملكتنا الحبيبة. مشاركة السلطات الألمانية وغرفة التجارة الألمانية أكيد يضيف للمجال الصحي، للمجال المستشفيات، على مجال الصيدليات، وكل التوفيق إن شاء الله للخدمات الطبية الموجودة في البحرين وللترويج للناس الموجودين عايش في البحرين أن ما يلجؤون إلى الخارج، لأن موجودة خدمات راقية جدا في البحرين. ودور هذا حقيقة النشاط والمعرض هذا الحين صار سنوي بيتطور، أنا طبعا متفائل جدا أنه بيتطور جدا بيكبر، أنه يستقطب أول الانتباه والكفاءات ونوعية الخدمات اللي تكون موجودة في مملكة البحرين للخدمات تطويرها، ويكون مركز طب علاجي سياحي من الدرجة الأولى للعالم. وهذا المؤتمر بيبقى مهم جدا لجميع شركات الأدوية ووزراء الصحة العرب عامة بشكل عام، لأن بنقدر نشترك فيه بأحدث الأدوية اللي موجودة عندنا، دي رقم واحد. رقم اتنين، بنقدر نقدم لمنطقة الخليج كلها ايه التطورات اللي في صناعة الأدوية الموجودة في مصر أو في الوطن العربي بشكل عام، وبشكل خاص بالنسبة لنا احنا كشركات أدوية تابعة لشركة أكديمة تحت مظلة وزارة الصحة المصرية، بنشترك دائما في مثل هذه المؤتمرات لإبراز أهمية شركات الأدوية المصرية في توفير الدواء المصري للوطن العربي بشكل عام والبحرين والخليج بشكل خاص. أهمية هالمعرض أنه يخلي الناس تتطلع على الموجود في البحرين، وطبعا البحرين وإحنا كمركز ودنا نكون مركز للسياحة العلاجية في الخليج والشرق الأوسط، والصراحة يجون الناس من كل الخليج، من قطر والإمارات والكويت، وهذا المعرض يرسخ هالشيء ويراوي الجميع الموجود، وإن شاء الله دائما في تفوق إن شاء الله.